بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه يجب على أصحاب القنوات الفضائية الإسلامية ألا يعرضوا في قنواتهم إلا ما فيه خير وشرف للإسلام والمسلمين وتشريف لأوطان المسلمين، وكذلك يجب على الشباب المسلمين الذين يعرضون في هذه القنوات أن يتقوا الله جل وعلا وأن يحترموا دينهم ويحترموا أوطانهم، فلا يظهرون إلا بالمظهر المشرف المتطابق مع شريعة الإسلام، وأن يظهروا بالمظهر الذي يحافظ على الشرف والسمعة وسمعة البلاد الإسلامية، لأن هذا المشهد الذي يعرض في الفضائيات سينتشر في العالم الإسلامي وفي العالم غير الإسلامي، وسيعطي صورة سيئة للبلد الذي ينتسب إليه أولئك الشباب أو تلك القنوات الفضائية. فهذه أمانة عند أصحاب القنوات الفضائية، وأمانة عند شباب المسلمين يجب المحافظة عليها وإظهارها بالمظهر المشرف، لأنه يجب على المسلمين عموما وعلى الشباب خصوصا وعلى وسائل الإعلام أن يكونوا دعاة لهذا الدين، فما يعرض أو يعرضونه في هذه القنوات فإنه يتضمن الدعوة للإسلام، لأنه يمثل الإسلام وبلاد المسلمين، فإذا كان في صورة نزيهة فإنه يعطي صورة حسنة لبلاد المسلمين ومواطنيها، وإن كان يظهر بصورة سيئة فإنه يكون دعاية سيئة للمسلمين وأوطانهم. فليتنبه هؤلاء وأولئك لهذه المهمة العظيمة. نقول هذا بسبب أنه ظهر في بعض القنوات صور لشباب من شباب المسلمين مع فتيات وهم يحملون العلم السعودي وهم في أوضاع مخلة بالآداب، وهذا لا شك أنه عقوق لأوطانهم وتشويه لسمعة بلادهم وإظهار للإسلام بأنه يمثل هذه المظاهر أو تصدر منه هذه المظاهر غير اللائقة. فعليهم جميعا أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن يكونوا
أعضاء تشريف لبلادهم ومظاهر بلادهم، ثم أيضا في هذا المظهر إساءة إلى علم الدولة الذي هو علم التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يحملونه وهم يمارسون هذه الأمور غير اللائقة، فهذا فيه إساءة لعلم بلادهم ولشعار بلادهم. ولا شك أن أعداء الإسلام يتصيدون مثل هذه الأمور ويسجلونها ويحتفظون بها، لأنهم يريدون الدعاية السيئة ضد الإسلام والمسلمين وأوطان المسلمين، فعليهم جميعا أن يكونوا حذرين من هذه المظاهر وهذه المشاهد التي تخل بالشرف، تخل بالأخلاق، تخل قبل ذلك بالدين الذي هو دين المسلمين الذي يحث على الستر وعلى ستر العورات وعلى تجنب كل ما يسيء إلى الإسلام وأهله، فإنهم نموذج من المسلمين ويمثلون المسلمين، والعدو يقول ها هو شباب الإسلام وها هي القنوات الإسلامية وهذا هو مظهر الإسلام، لأجل أن يسيء السمعة ويشوه الإسلام وبلاد المسلمين. فهذا أمر مهم للجميع، والمسلمون كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا، ويجب التناصح في مثل هذه الأمور، ويجب قبل الدخول في أي ميدان إعلامي أو فضائي يجب التشاور ومعرفة ما هو العمل الذي سيؤدى في هذا المشهد أو في هذا المظهر، وأن ينقى هذا المشهد من كل ما هو مخل بالشرف، مخل بالسمعة، مسيء إلى الإسلام والمسلمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.